ارفع راسك تشوفنا، ناظر حولك الكل يكتب ويتكلم عنا. حنا الهلال نحرك الموج، موجنا يحركنا. حنا الهلال ليلنا ظلام على خصومنا، قمر الجمهورنا. نعرف ان القمر ثابت لكن يتغير، ثمان اشكال يتشكل، يبدأ وينتهي بهلال. القمر يحكي عنا، مع كل تحدي تلقى الهلال يبدأ، يستمر، يبدع، يغير حسب الظروف، يتغير وتشكل. وبالنهاية هو الهلال ثابت بأعلى مكان. لازم ترفع راسك عشان تشوفه. واليوم حنا ندشن شكل جديد من أشكال القمر، ظلام بعيون الخصم ونور بعيون جمهورنا.